جزاكم الله خيرا. سؤاله الآخر يقول: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا؟ المراد جنس الإنسان، أنه يفطر عند النعمة، أنه عند النعمة يفطر ولا يشكر الله سبحانه وتعالى، يفطر ويتكبر ويسرف ويفسق ويستخدم المال في المحرمات، وإذا أصابه شدة فإنه يجزع ويتسخط لقضاء الله وقدره. هذا من حيث جنس الإنسان، لكن أهل الإيمان والحمد لله بخلاف ذلك، إذا أصابتهم سر شكروا، وإذا أصابتهم ضر صبروا واحتسبوا. هذه صفة أهل الإيمان.